مرضى داء السكري خصهم يكونوا حذرين بزاف، تري فيجيلون ملي يصوموا شهر رمضان، وبيان سور بعد استشاره الطبيب وبعد عمل جميع الفحوصات وجميع التحاليل، وتقول لهم الطبيب ديالهم بان مسموح لهم باش يصوموا. في حاله ما اذا الطبيب ديالهم سمح لهم باش يصوموا، فخص يكون هناك تقسيم الوجبات، يعني خص يكون افطار ونتناولوا وجبه ساعتين بعد الافطار، وواحد تصبيره اخرى وجبه اخرى ساعتين انكور بعد هذيك الوجبه الثانيه. يعني خص الوجبات ديالهم يكونوا مقسمين على 4 مراحل ما بين المغرب وبين السحور.